اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقه الليله دي، والجزء ده هيبقى ضيفتنا فيه الاستاذه الدكتوره مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري. اهلا دكتوره. اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك دكتوره. كنا بنتكلم امبارح على مبادره طرحها الاستاذ كمال الهلباوي عن للمصالحه، ودعا الاخوان الى تقديم يعني تنازلات حتى ولو مؤلمه لاصحابها عشان رأب الصدع اللي بين الناس كده. ما هو تقييم حضرتك او المجلس الثوري يعني لهذه المبادره؟ الحقيقه يعني احنا شفنا مبادرات كثيره، ودي يمكن اخر مبادره يعني ما تختلفش كثير. هي دائما بتطلب من الطرف اصحاب الحق ان هم يتنازلوا. يعني الحقيقه احنا عايزين مبادره اللي هي تضغط على النظام وتضغط بشكل عام على المجتمع الدولي ان يقف امام الطاغيه في مصر اللي بينتهك الحقوق، يطالب بافراج كل المعتقلين، يضغط عشان مصر تعود لمناخ حر سياسيا. يعني انا بلاقي المبادرات دي بصراحه اللي ملهاش لازمه، يعني مش بس ملهاش لازمه، يعني كل واحد حر ان يعمل كل يقوم بكل الجهود اللي هو شايفها ممكن تؤدي لشيء. لكن اللي احنا شايفينه وتقييمنا، وانا قلت الكلام ده حتى في 2016 كذا مره في عده مقالات، ان النظام الدكتاتوري اللي موجود في مصر الان لا، هو مش عايز يعمل تنازلات. مش معناتها ان الاخرين ما يدعوش للحوار وكذا، لكن هو نظام قمعي. وعبد الفتاح السيسي يعني مش متمكن ولا حاجه، لكن هو ما يقدرش يبقى يوم واحد من غير القبضه الامنيه اللي موجوده في البلاد والاعتقالات اللي موجوده، فهو اتصور مستمر في نفس الطريق. فال يعني السعي وراء بديل أو من خلال مبادرة اللي تجمع الأطراف المختلفة السياسية في مصر ما تصورش هتنجح. إحنا ما نجحتش منذ تقريبا 5 سنين الآن، ما تصورش إن هو هيستجيب بأي شكل لهذه المبادرة. طب ما هو تقييمك، لأن اللي بيطرحوا المبادرات زي عماد أديب وكمال الهلباوي يعني من داخل نظام 30 يونيو يعني، وكان سعد الدين إبراهيم، لكن هم كلهم من داخل معسكر. ما هو تقييمك هل ده في ربما النظام نفسه اللي بعت المبادره، او ربما هي اجتهادات شخصيه؟ يعني تقييمك ليه ايه؟ اتصور في عناصر داخل النظام ومن مجموعه 30 يونيو واخرين اللي هم دايما بيقصوا النبض وعايزين يهدوا جو، وشايفين ان الحقيقه مصر واي يعني مجموعه سياسيه مزنوقه الان وعايزه تحلحل الوضع، وشايفين يمكن يعني بينتقدوا سياسات السيسي. وفي نفس الوقت ممكن النظام برضه بيدي اشارات للغرب ان هو مستعد يتحاور، ان هو مش دايما ضاغط، وان الطرف الثاني اللي مش راضي يجي طرف الاخوان تحديدا. فيعني هي لعبه سياسيه، لكن في اتصور في جهود صادقه، لكن هي لينا احنا كمجلس ثوري بعيدة عنا خالص، وبعيدة كل عن المبادرات دي بعيدة عن المجلس الثوري، بعيدة عن أهدافنا، ومش متصورين إن هي ممكن بأي شكل تؤدي ل يعني إنقاذ مصر ولا تحسن في أوضاع الشعب المصري سياسيا أو اقتصاديا. يعني هل ممكن تتعارض أهداف المجلس الثوري مع الإخوان؟ المجلس الثوري هل ممكن يتعارضوا أهدافهم مع بعض؟ يمكن يوما ما الإخوان ياخدوا خط أو المجلس ياخد خط يكونش يعني ما نكونش متفقين عليه. لكن اللي احنا في هذه الحالة هتأيدوا الإخوان؟ في حالة إيه؟ لو خد خط الإخوان مش موافق عليه المجلس الثوري في إيه؟ لو خد خط يعني في الإخوان خد خط طبعاً. لكن اللي أنا بقوله ما فيش خط الآن الإخوان، ولا معترفين بالنظام ولا بالانقلاب ولا بشرعية النظام، ومتمسكين بشرعية الدكتور محمد مرسي. مين اللي قال ان الاخوان متمسكين بشرعية الاخوان؟ يعني بشرعية الدكتور محمد مرسي؟ هو ده مش لا انا بسأل يا فندم، انا مش قصدي انفي، انا بس هو سؤال. لان انا لو سمعت حضرتك الاستاذ ابراهيم منير انا سمعت الاستاذ ابراهيم منير بيتكلم، فخلينا نسمعه سوا مع السادة المشاهدين كده على المبادرة دي. يا استاذة، بعض
يا أستاذ أحمد، تاريخيا بعض الناس اتصلوا من الداخل وقالوا بتعبيرات كانت موجودة بشكل كبير واضح أن الرجل الكبير عايز حل. قلنا لهم اتصلت أكثر مرة بعد يمكن 2014 لغاية 2016 اتصلت هذا المرة، والأستاذ يوسف ندى في سويسرا كان له دور في الاتصالات وكان هذا الاتصال موجود وحدث أنه شاركت فيه. إنما في النهاية كنا نقول لهم اعرضوا علينا ماذا تريدون، فكأنه المعروض انتهينا في الآخر إلى تصور أنه المطلوب مننا أن احنا نشرع هذا الانقلاب العسكري، ثم يتم بعد ذلك الأسرى الموجودين رهائن موجودين عنده يفرج عنهم، وثم يأتي الأخطر من ذلك أن يتم تحصين كل القرارات التي اتخذت بعد 30 يونيو أو 3/7، وهذه مصيبة سودة كأننا نفرط في المياه، نفرط في الغاز في البحر الأبيض، سيد إبراهيم نفرط في كل هذه الأمور. يعني معلش، يعني اسمح لي أن أستفيد من يعني سعة صدر حضرتك. أنت بتقول إن في حد اتصل بكم من قبل النظام في مصر ما بين 2014 و2016، مين اللي اتصل عليكم يا سيد إبراهيم؟ والله لا أستطيع، هم يعلمونه ذلك، حتى قيل في الآخر ويعني للأسف أقولها دون استئذان الأستاذ يوسف ندى، طلب منه أن يسافر إلى القاهرة، فطلب منهم أنه يأتي أحد مسؤول وكن له صاحب قرار. أن أقولها الآن على الهواء والأستاذ يوسف ندى أعتقد سيسامحني إن شاء الله. فقيل له هل الدولة تذهب إلى الفرد أو الفرد يذهب إلى الدولة؟ فقال الفرد يذهب إلى الدولة، إنما هو حقيقة ده الصحيح ده الأصل يعني، إنما لم يكن آمنا مجرد ما حيصل المطار القاهرة بالتأكيد سيجري عليهم مثل ما يجري الآخرين. فالنهاية في الآخر قالوا اتصل بالسفير المصري في سويسرا، التقي به، التقي بالسفير المصري أساسا نحن نلتقي بالسفير المصري في سويسرا ثم نتفاهم معه. أنا صار كان الرد طبعا هذا مستوى لا يمكن أن نتفاهم معه، لأنه في الآخر خالص هينتهي إلى أنه يسمع مننا كلام وكأننا نطيل عمر هذا النظام. رغم يا دكتورة أنه لما الأستاذ يوسف ندى طرح الكلام ده وقتها الإخوان قالوا يوسف ندى لا علاقة له بالإخوان، لكن دلوقتي عرفنا أنه يوسف ندى مع حفظ الألقاب لا علاقة بالإخوان، وأن الإخوان كانوا علم على علم بالحاجات دي. لكن الأستاذ يوسف ندى طلع بيان على الموضوع ده امبارح او النهارده وقال فيه الاتي حالا يعني او النهارده: يوسف ندى يكشف لعربي 21 تفاصيل اتصالاته مع نظام السيسي. كشف المفوض السابق للعلاقات الدوليه بجماعه الاخوان يوسف ندى جانبا من الاتصالات تلقاها من مسؤولين وشخصيات قريبه من سلطات الانقلاب بمصر والتي كانت تهدف لمحاوله الوصول لحل ينهي الازمه. وقال في تصريحات خاصه لعربي 21: في احد المرات تلقيت اتصال في شهر مارس 2014 من صديق عزيز محترم له تاريخ وكان بجواره على الخط رتبة عسكرية معروفة ولها تاريخ في أحداث قومية ومحلية، وللأسف اختفى القائد العسكري بعد ذلك ولا ندري أين هو الآن. وأضاف ندى: أما في المرة الثانية فكان الاتصال عبر صديق قديم شغل سابقا منصب وزير لفترة طويلة، وكما قال أنه كان مكلفا من رأس السلطة وأصر على طلب مني أن أحضر إلى مصر للتفاهم وهو الأمر الذي لم أستجب له. وبسؤاله عن أسباب عدم سفر القاهرة عشان يقابل المسؤولين قال: التفاوض جزء من الممارسات السياسية وأنا مستعد له في كل أوقات، لكني لم أفقد عقلي بعد حتى أعود مرة أخرى للسجن اللي تركته سنة 57، فلا يمكن أن أتمن نفسي على أمثال هؤلاء ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. حتى حينما تم إلغاء الأحكام الظالمة الصادرة بحقي عقب ثورة 30 يناير لم أسافر لذات الأسباب. واستردنا ندى قائلا: وفي المرة الثالثة والرابعة والخامسة نكلوا ببعض من اتصلوا بنا، ومنهم من هو في السجن الآن ومنهم من اختفى ولا نعلم مصيرهم حاليا. مؤكد أن رئيس الانقلاب السيسي يبطن ولا يظهر حقيقة ما بيدخله، ورفض الإفصاح عن آخر توقيت مرة تلقى فيه الاتصال آخر مرة يعني من مسؤولين بسلطة قائلا: ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حان وقته، إلا أن معظم الاتصالات التي جاءتنا كانت خلال فترة ما بين 14 و16 بل وحتى أواخر 17 ولا يمكن الإفصاح عن جميع التفاصيل وإخطارها. ولفت ندى إلى أنه لم يتلقى عرضا واضحا من قبل المسؤولين اللي تواصلوا معي
بل كانت أحاديثهم تتمثل في الكلام عن مصلحة مصر وشعبها وإنهاء الاحتقان والانزلال السياسي، وطلب بعضهم مني السفر لمصر للتشاور في كيفية الخروج من الأزمة. وذكر أنه لما أبلغ هؤلاء المصريين رفضوا للسفر قالوا روح قبل السفير زي ما قال السيد إبراهيم منير. تعليق حضرتك يا دكتورة معها؟ تعليقي أنه الكلام ده حضرتك بدأت بتسألني بخصوص موقف الإخوان، يعني كان في تساؤل هل هم مع الدكتور مرسي ولا لا. ده يعني ملهوش دعوة، ده كلام واقعي حصل عرفناه دلوقتي، لكن الموقف بقيت كلام الأستاذ نائب المرشد الأستاذ إبراهيم فأكتر من حديث مع الجزيرة وفي عربي 21 بيقول لو حصل أي حوار على أي شيء يحصل مع الرئيس مرسي ومع القيادات وراء القضبان صح؟ ولازم يحصل إفراج عن كل المعتقلين والرئيس مرسي. فأنا مش فاهمة يعني ما فيش تناقض من طرف جولهم ناس يحاولوا يفتحوا معاهم الأبواب. سؤال افتراضي مني. لا ما انا بس بحاول يعني جماعة الإخوان جماعة سياسية لها تاريخ في النضال المصري والسياسي وبالتالي هل ممكن، لا انا كان افتراضي يعني هل لو ان الإخوان او جماعة الإخوان رأت انها يعني لأسباب تخصها سياسيا ممكن تاخد منعطف تعارض مع اهداف المجلس الثوري؟ ده كان سؤال افتراضي. بقول لحضرتك الموقف حتى الآن ليس كذلك. لكن إحنا صحاب مبدأ أو أي طيار سياسي خد موقف إحنا مش متفقين عليه إحنا مستقلين وحنقول رأينا وحنختلف، لكن حتى الآن يعني أنا مش شايفة فيه مفيش اختلاف. لكن في علم التفاوض يا دكتورة حضرتك أستاذة في العلوم السياسية، علم التفاوض الناس أنت لما بنقعد على ترابيز التفاوض يعني بيبقى انت تكسب وانا اكسب، يعني مش واحد كسب كل حاجه وواحد خسر كل حاجه، ده مش تفاوض ده اجبار. هل المجلس الثوري يوما ما او يعني ربما تغير هو قابل او ممكن يقبل دعوه تفاوض مع هذا النظام العسكري؟ في شروط لاي تفاوض. يعني انت ما تجيش على ترابيزه التفاوض عشان تستسلم. ايوه. واحنا كمجلس ثوري بنقول ان احنا كثوار عشان يعني احنا صدى للاحرار في الداخل، احنا رافضين اي نوع من الاستسلام، احنا مش هنروح نقدم مبادره للسيسي. أيوة. ولا غير السيسي. أيوة. واحنا رافضين السيسي كانقلابي. فالمفاوضه مع مين؟ يعني مع من وفي اني لحظه؟ فهو ده السؤال. لو افترضنا أن النظام العسكري في مصر نظام الانقلاب دعا المجلس الثوري إلى مائدة مفاوضات، وحضرتك فاهمة كويس أوي، لا أنا ما بقولش تروح تستسلمي، أنا بقول لكن المفاوضات أنت تكسب وأنا أكسب، أنت تنازل عن أشياء وأنا أتنازل عن أشياء. أنا عندي أهداف محددة كالمجلس الثوري. ما هي إحنا عايزين إسقاط النظام. يعني فيش تفاوض؟ لا إسقاط النظام، محاكمة السيسي، واستكمال الثورة. يعني مفيش تفاوض؟ مفيش تفاوض مع السيسي. المجلس الثوري المصري يرفض التفاوض. يرفض التفاوض مع السيسي طبعا. يعني طبعا. غير قابل بالمرة للتفاوض. غير قابل للتفاوض مع السيسي. نعم. طيب ما هو تعليق حضرتك؟ عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل محمد نبيل دعا جميع الأطراف سواء كانت في النظام أو المعارضة على اختلاف أطيافها إسلامية أو غير إسلامية إلى التراجع خطوة للوراء، وقال لو استمرت الأزمة أكثر من ذلك سيكفر الشعب بالمنظومة بأكملها وستكون ردود فعله حينها مدمرة. تعقيب حضرتك يا دكتور؟ طبعا في خطورة أن الوضع في مصر خطير، وأن الشعب المصري في الحالة الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي ممكن يحصل انفجار في أي وقت، وده اللي خايف منه الغرب وعايز يسيطر على الوضع، وعشان كده من وقت للآخر بيضغطوا على نظام السيسي بخصوص يعني ملف حقوق الإنسان مثلا. لكن أتصور أن الشعب المصري قادر أنه يعني في لحظة ما أنه يكسر حاجز الخوف ويطلع بشكل يمكن أقوى كتير حتى عن 25 يناير، والقوة الثورية والقوة السياسية ربما تقدر تسيطر على الوضع. لكن المسألة مش سهلة طبعا، مسألة مش سهلة، بس البديل مش اللي هم بيطرحوه.
ان القوى الثوريه تاخذ خطوه للوراء. لا طبعا، بالعكس هي لازم تطلع للامام دلوقتي عشان تسيطر على الوضع، عشان هي دلوقتي المعادله عندك السيسي وعندك الخطوره ان الوضع ينفجر بشكل مش في مصلحه الشعب المصري. فبالعكس ده ضروره على كل وطني مصري ان يقول بالعكس القوه السياسيه كلها لازم تبقى موجوده في الامام، وما حدش من يعني والقوه السياسيه الكبرى الاخوان المسلمين، الفكره انهم ياخدوا خطوه للخلف ده يعني مطلب دايما كان موجود منذ 30 يونيو. طيب يعني برضو بافتراض درامي انه المجلس الثوري لن يتعامل مع النظام العسكري الانقلابي، الافتراض الدرامي هنا بقى، هل المجلس الثوري مستعد لإدارة مصر يا فندم؟ إذا زال إن شاء الله يزول النظام الانقلابي، هل المجلس الثوري مستعد لمرحلة ما بعد إزالة هذا النظام؟ إحنا مش بنطرح نفسنا كحكومة، كان في حكومة شرعية، الرئيس الدكتور مرسي هو قائد الثورة وهو ورق قضبان، وفي من المؤهلين إن يديروا مصر في ملفات طبعا. يعني المجلس الثوري هيتحل بعد ما المجلس بعد ما. لا، المجلس الثوري مستمر ك يعني قوة ثورية يعني مش هتتنازل ابدا عن الهدف لاستمرار الثورة، عايزة تحقق الهدف، والهدف هو استكمال الثورة. والثورة دي معناها ايه؟ ان احنا عايزين الشعب المصري يعود لوضع ان يكون في مؤسسية، يكون في برلمان، ويكون في يعني سيادة القانون، يكون في احترام لحقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، كل أهداف 25 يناير. إحنا شايفين أن مسار مصر وحال مصر مش هيتحسن غيره ومشينا في المسار ده. طيب رجع الدكتور مرسي إن شاء الله، رجع البرلمان، رجع مجلس الشورى، والدنيا بقت تمام، المجلس الثوري هيستمر ولا هيتحل؟ المجلس الثوري شروطه وأماله هتكون هي نفس الشيء تحت الدكتور مرسي أو غير الدكتور مرسي. بالعكس الدكتور مرسي أو موجود هيبقى ضاغط على أي نظام ديمقراطي ولا أي رئيس منتخب ديمقراطيا أن يحقق مطالب الثوار، يعني مش هيتحول لحركة سياسية، هيبقى رئيس برضو المجلس الثوري، اسمه المجلس الثوري، يكون في ضغوط ان اسمه يتغير لشيء تاني، لكن اهداف الثوريه هتاخد وقت عشان تتحقق، وملزوم على كل مصري مش بس المجلس الثوري ولا اعضاء المجلس الثوري ان يحققوا الاهداف دي، عشان دي اهداف يعني هي اللي هتحسن من حال الشعب المصري. دكتوره يعني ما هو تعليقك على ان الناس في مصر وقفت جنب محمد صلاح بهاشتاج ادعم محمد صلاح، بينما القوى السياسية بتعمل هاشتاجات من 5-6 سنين ولا تجد استجابة من الشعب، ما هو تفسيرك للحكاية دي دكتور؟ يعني انتوا دعيتوا العصيان مدني صحيح، لا بس ومع ذلك لم يستجاب للعصيان المدني، وبينما محمد صلاح الاستجابة كانت انت حاجتين شوية مختلفة، خليني او نقول ما فيش استجابة للعصيان المدني، نقدر نقول ان الشعب المصري ما نزلش الانتخابات قاطع، ده استجابة للمجلس الثوري. لا لا أنا ما أتصورش أنه استجابة لأي، أنا تهيألي أن الشعب المصري كان بوعي كافي وحس بالألام منذ 5 سنين بالمجلس الثوري غير المجلس غير أي كيان تاني سياسي. تمام. لا هو الشعب المصري عنده وعي، الشعب المصري هو اللي نزل في 25 يناير، هو الشعب المصري اللي حينزل في المستقبل وهو اللي قاطع الانتخابات، ما حدش فينا يقدر ياخد يعني يقول أنا السبب أن الشعب المصري. طب ما هو تفسيركم بقى الشعب المصري قاطع الانتخابات، الشعب المصري يدعم محمد صلاح لكنه لا يستجيب لينا، لكن الحقيقة لا، الأستاذ محمد في كل أنحاء العالم حتى الدول الديمقراطية هتلاقي الهاشتاجات وقبول يعني راجل الرياضة ولا النجم في إطار معين ثقافي أو مغني أو كذا، هيبقى يمكن ليه جاذبية أكتر عن حتى شيء سياسي يعني ده 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 بس ما بتكلمش سياسه. لا اسمع تقول لي ليه هاشتاج نجح عن هاشتاج لا مش قصدي لا انا بقول لا يا فندم انا بقول شعب اسعار غاليه، النظام الانقلابي مولع فيه وداخل على اجراءات اقتصاديه مرعبه. طيب
حضرتك بتقولي دول الديمقراطية كده، لا سوري، لندن المواطن فيها مش بيعاني زي بيعاني المواطن المصري، لا أمريكا المواطن فيها بيعاني زي المواطن، لكن ما فيش القبضة الأمنية، المواطن المصري مش قادر يعبر عن ألامه ورفضه للنظام بشكل ولا بهاشتاج حتى؟ ممكن بهاي بالسوشيال ميديا يعني ما بيعملش. طب اشمعنى ما بيعملش الهاشتاج كده في على مشاكل الاسعار بس يعمل كده مع محمد صلاح؟ يعني في قبول، وفي هي نوع من الهروب برضو من الواقع الأليم. اما يعني يعني دايما وده عشان كده انا ذكرت الغرب برضو، الراجل حتى اللي بيشتغل العامل في الغرب ولا حتى الموظف ولا كذا بيرجع ويولع يتفرج على الفوتبول وبينسى كل العالم برا والسياسة وكل حاجة، فهي نوع من الهروب من الواقع. طيب وده كان سبب سؤالي، بعد مرور 4 سنوات ما هو تقييم حضرتك او حد يعني انتوا جوه المجلس الثوري لدور المجلس الثوري في الازمه اللي فيها مصر؟ اتصور دور المجلس الثوري دور مهم، ودور يعني في الفتره الجايه هيكون دور مهم جدا. احنا بندعو الشعب المصري ان يعني يكسر حاجز خوف، ان يعرف ان هو يمثل الاغلبيه، ان النظام القائم ولا يستجيب الشعب المصري، ان النظام القائم دلوقتي هو قله وقله منحصره وخايفه، ودليل على القمع الفظيع اللي موجود، وان الشعب المصري قادر ان ينزل بكل سلميه ان يواجه النظام ده. هي مساله اعداد ارقام، تمام. والدعوة إنه استكمال الثورة مش إنها ثورة يعني عارمة إن هي هتفجر كل اللي حواليها والمؤسسات، لا، إحنا بنتكلم على ثورة، بنتكلم على حقوق، أنت هتسترد حقوقك اللي أول مرة حسيت يمكن بداية الحقوق دي هتحترم في 2012. عايزين نرجع للفترة دي ونبني ديمقراطية حقيقية في مصر. طيب خليني أسأل حضرتك مرة تانية، بس يعني يقال إن المجلس الثوري هو العقبة أمام أي تفاوض أو اصطفاف، يعني بلاش تفاوض، المجلس الثوري يمثل عقبة أمام أي حركة اصطفاف، ما هو ردك على ده؟ يبقى لازم المجلس الثوري صدى لشيء قوي جدا. إزاي؟ هقول لحضرتك، أو هو المجلس الثوري هو اللي وقف الاصطفاف بين القوة السياسية في الخارج. ليه؟ القوة السياسية محتاجة المجلس الثوري كده ليه؟ لازم المجلس الثوري ده صدى لشيء كبير قوي في يعني المجلس الثوري أكبر من تأثير أي قوة سياسية أخرى. لا، ليه يعني يمثل قطاع أو رغبة لشيء ما يقدرش لا يمكن تجاهلها. وده مش عشان المجلس الثوري، احنا صدى الحاجة في الداخل. ايه الحاجة دي؟ الناس اللي متمسكة بالشرعية، الناس اللي مش عايزة تعمل تنازلات يعني من غير أي سبب، مش عايزة تتعامل مع النظام اللي موجود، عايزة تشوف تغيير جذري. يعني اللي عايز يصطف يصطف، وإحنا مش ضد الوحدة الثورية، لكن إحنا بنقول في مبادئ. بالعكس، أنا اللي بقوله دلوقتي وبقولها بكل وضوح، إن بعد الانتخابات الأخيرة دي فرصة لكل الأحرار في الخارج والداخل إن يتوحدوا ضد النظام. طيب. لكن يتوحدوا بهدف واضح، وهو إسقاط هذا الانقلاب واستكمال الثورة. تمام، لكن بشكل مطلق المجلس الثوري يرفض التفاوض أو الجلوس على مائدة مفاوضات مع هذا النظام الانقلابي، مع هذا الانقلابي القاتل. تمام، إذا كان الأستاذ إبراهيم منير ما ورد حضرتك حتى 3 شروط للتفاوض مع النظام. 1، أن يكون الحوار أو التفاوض مع شخص مسؤول. 2، أن يشمل الحوار جميع الرافضين للانقلاب. 3، أن يسبق الحوار أو يا فندم الإفراج عن المعتقلين، كل المعتقلين. يعني خلينا هو بيقول أهو أن تتمثل شروط 3 طبقا للأناضول نشرها للتفاوض مع النظام بحسب إبراهيم منير مع حفظ الألقاب، أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفير، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين لعبد الفتاح السيسي، كما اشترط كذلك أن يسبق الحوار إطلاق سراح السجناء السياسيين وبينهم محمد مرسي. خلاص، السؤال بقى، هل المجلس الثوري يقبل التفاوض مع شخص مسؤول من هذا النظام؟ الإخوان المسلمين رأوا أن من مصلحتهم
انه يتفاوضوا او يتحاوروا مع مسؤول. دي يمكن خطوة، عشان هم قالوا برضو بكل وضوح انه اي تنازلات او كذا او اي مفاوضات تحصل مع الرئيس الدكتور محمد مرسي، هو صاحب الأمر. لا بس هو قال كده برضو في حوارات تانية انا قريت ودرست. انا فاهم انا فاهم، بس انا بتكلم على الشروط دي. الشروط دي ما تقدرش تاخد شروط من غير ما تقول شوف بقيت كلامه. بقيت كلامه هو قال ان اي مفاوضات لازم تحصل او اي حوار يحصل مع الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي. فانا بقول لحضرتك احنا مش جزء من المشروع ده. احنا كمجلس مش جزء من المشروع ده. طيب السؤال، لماذا لم يصدر المجلس الثوري بيان للرد على السيد ابراهيم منير فيما ذكره من شروط؟ الشروط دي يعني احنا ولا ضدها ولا معاها، شروط معقولة. يعني لو اصدر الدكتور لو اصدر الدكتور ايمن نور، لو انا بفترض اسم يعني اسم، لو اصدر محمد ناصر بلاش قال عشان ما اخش، بس ناصر السياسي خلينا ايمن نور، لو اصدر الدكتور ايمن نور الشروط دي وقال شروطنا، او طارق الاستاذ اي طارق الزمر مثلا، ما حفظ الالقاب طبعا والاحترام، لو الاستاذ طارق الزمر طلع قال هناك ثلاث شروط للتفاوض مع النظام، اولا الجلوس مع مسؤول وليس سفير، اثنين التفاوض مش عارف ايه، ثلاثة الافراج، خلي بالك يا فندم مش التفاوض مع الرئيس مرسي وعورة الرئيس مرسي، الافراج عن الرئيس مرسي. بس هل كان سؤالي بقى هنا، هل كان المجلس الثوري هيسكت ولا كان هيصدر بيان؟ لا بس انا بقول لحضرتك الواحد لازم يكون حقاني. آه. الكلام ده زي ما بيقولوا اوت اوف كونتكست، انت ما شفتش الكلام كله، الحوار كله مع الجزيرة والمقال في عربي 21 بكل وضوح الأستاذ إبراهيم منير نائب المرشد بيقول الكلام يبقى مع الرئيس مرسي، وإحنا مش هنشرع عن النظام، وإحنا مش قابلين النظام ده، وإحنا مش هنقبل، مش هنعمل نفس الغلطة اللي عملناها في بعد انقلاب 52. بعد 52 لا ما نقدرش ناخد جملة واحدة. بس هو طلع السيد إبراهيم منير قدامنا دلوقتي حالا بيقول بالنص بيقول كده، قلنا الاستاذ يوسف ندى قال وقتها قلنا مش هنتفاوض مع سفير، هنتفاوض مع مسؤول. طيب هم يعني هو قابل القعده مع مسؤول، قابل القعده مع مسؤول، لكن ايضا بيقول ان مفيش خطوه هتتاخد غير بقبول الرئيس الشرعي. هي حضرتك رفع شعار حبيبك تبلع له الزلط. لا لا هو ما هو قال الاثنين ماشي، هو قال خلاص يا دكتور، هو قال الاثنين، قال لا تفاوض مع اسمه. طب ليه ما توريناش الباقي؟ والله ده حتى الاناضول نشر ده. لكن ليه ما نشوفش بقى؟ قال ده قال ده وقال في نفس الوقت مش هنتفاوض مع سفير، هنتفاوض مع حضرتك، عايزين نتجاوز عن دي وناخد. لا 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 مش بقول ناخد الاثنين، لازم ناخد الاثنين عشان الصوره تبقى كامله متكامله. عندك الاخوان بيقولوا دلوقتي احنا مش هنشرع عن النظام، اي نيجوشيشنز، اي نوع متفاوض. من متفاوض لازم مع الرئيس الشرعي هو موجود، وقالوها اكتر من مره. واحنا مش هنقبل الانقلاب ده زي ما قبلنا انقلاب 52، وقالوا برضو الشروط دي لازم نشوف الاثنين سوا، والاثنين سوا متكاملين. طيب خلاص معلش يعني خليني برضو اسالك برضو سؤال يا دكتوره معلش، يعني انتوا المجلس الثوري بيعتبروا الصخور بتاع الموقف السياسي دلوقتي، انت الصخور ضد السيسي مش حمائم يعني انتوا الصقور تمام. طيب انا دلوقتي اكتر من صقور بس كمان، عشان انا اعرف الحاج الصقور. لا هقول لحضرتك يعني دايما في صقور وحمائم، هقول لك اكتر من كده كمان اسود. لا انا هقول لك اكتر، الراجل ده لازم يحاكم. انا شخصيا بعد الانقلاب عملت كل جهدي ان يكون امام الكريمنال كورت، الانترناشنال كريمنال كورت، المحكمه الدوليه. يعني الراجل ده يا إما يحاكم في المحاكم الدولية أو في محاكم مصر، فما حدش يقدر يقول لنا عضو تفاوضوا معاه. ما حدش قال. لا بقول يعني مش بقول حضرتك، أنا بقول بشكل عام. لا لا لا. بشكل عام. لا ده أنا بقول أنت الصخور بتاع. لا أنا فاهمة أنا فاهمة أنا بستكمل كلام حضرتك. لكن أنا بقول أنا دلوقتي كمواطن عادي وسمعت الأستاذ إبراهيم منير قال التفاوض مع شخص مسؤول وليس السفير، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن الدكتور مرسي. طيب وفي نفس الوقت هاخد برضو التانية يا فندم، هاخد التفاوض مع الرئيس مرسي، هل يجوز بالمنطق يا فندم ان اطلب الافراج عن واحد ونتفاوض معاه؟ طيب من ناحية سياسية سمعتيها قبل كده؟ انا من ناحية سياسية. طب يمكن الاخوان عايزين يرموا الكورة في ملعب النظام،
كل حد ما هو الإخوان يعني الإخوان بيتهموا إن هم يا إما مش بيحاولوا يلاقوا حل يا إما سايبين 60,000 في السجون يا إما ما بيحاولوا بيتهاجموا إن هم بيحاولوا يتنازلوا. طب يمكن هم بيقولوا أو أنا بحلل بشكل سياسي بعيد عن رئيسة المجلس الثوري قاعدة في معهد وبحلل أقول هم بيرموا الكورة في ملعب النظام. يعني كأنها بس دي فكرة كويسة والله لو الإخوان بيرموا الكرة في ملعب النظام بحيث أنه النظام هو اللي مسؤول عن يعني أنه ما يحلش الأزمة. وهم أكتر من مرة قالوا إحنا مستعدين للحوار إحنا مستعدين للحوار. هم مش مسؤولين عن أزمة مصر. هم ناس وقفوا زي غيرهم من المصريين ضد الطاغية ودفعوا الثمن. والنهاردة طبعا بيقولوا إحنا البلد بتنهار وإحنا مش لوحدنا في بقية المصريين وإحنا مستعدين للحوار ولإنقاذ مصر. طيب خلينا دكتورة في السيناريو حضرتك رسمتيه ده إنه ربما تكون الإخوان بيرموا الكرة في ملعب السيسي ونظام الإنقلاب وربما يكون في ضغط من الغرب على الإخوان مثلا عشان يعمل كده. لا أتصور إنه في ضغط من مصر عشان الوضع في مصر مش من الإخوان يعني بس في مصر ولا من السجون. يعني الغرب ما بيضغطش على الإخوان؟ لا الضغط هيضغط على السيسي. طب ما أرد حضرتك على أحد السياسيين النهاردة بس مش فاكر اسمه قال إن في نهاية 2018 سيتم تصنيف جماعة الإخوان عنها إرهابية في أمريكا. الكلام ده اتقال كتير. أنا ممكن أنا يعني لا وممكن طبعا تحت إدارة ترامب هيكون في ضغوط. سعد الدين إبراهيم ممكن دايما في ضغوط. أنا مريت بفترة ما كنت في واشنطن بعد الانقلاب الكلام ده كان وارد جدا وكلام كتير عنه وكذا والمسألة مرت. وفي بريطانيا طبعا ضغوط السعودية والإمارات زي ما حضرتك عارف في فترة من الفترات والمسألة ما نجحتش. فدايما كل شوية بيجي اللوبي الصهيوني مع الإماراتي مع السعودي مع كذا بيحاولوا. وأتصور يمكن بيحاولوا في أمريكا تاني. هو قال سعد الدين إبراهيم النهاردة قال في نهاية 18 هيتم تصنيف الجماعة أنها جماعة إرهابية. وبعدين حضرتك كان لسه موجود محمد سعد الدين إبراهيم النهاردة يكشف أمريكا يستدرج الإخوان بقوام الإرهاب قبل نهاية 18 واللي قاله سعد الدين إبراهيم النهاردة. هل لو حطينا ده في الاعتبار بضغوط سعودية إماراتية بلوبي صهيوني بكله بترامب وهبله هل نقدر نستقي من ده ان الاخوان بيتم الضغط عليهم دوليا؟ اتصور لا مش دي اللي خلت اللي سمعناه من الاستاذ ابراهيم. ما تصورش في الكلام اللي قاله الاستاذ ابراهيم ما تصورش مرتبط بدي هيكون نوع لا ما اقولش مرتبط لا اقول بشكل عام بشكل عام لا انا فاهمه بس بشكل عام طبعا في ضغط مستمر من خلال اللوبيات والسعوديين والاماراتيين ان يصنفوا الاخوان بالشكل ده لكن حتى الان ما نجحوش. اللي بيحصل طبعا كان عندك محمد بن سلمان لسه موجود في واشنطن والضغوط الحقيقه على الاخوان والداعم الرئيسي للسيسي السعوديه والامارات واسرائيل. فدايما اللعبه هتبقى طيب يعني في ضغوط اكيد في ضغوط طيب اكيد. وحضرتك شفتي بومبيو وزير الخارجيه الجديد الامريكي لما بيضغط على السعوديه انها تنهي الحصار بتاع قطر او تنهي الازمه يعني ما ممكن امريكا تعمل في فتره كده يعني تطلب من الاخوان وهم اكبر جماعه او اكتر جماعه مؤثره يعني في مصر وتطلب من النظام الانقلابي انهم ينهوا الازمه او ينهوا الاحتقان ده؟ ممكن يضغطوا لكن انا اتصور ان اللي احنا شفناه من السيسي حتى الان هو حاسس محصور. طيب ممكن يوافق على اي حاجه تحت يعني لازم بس مش يوافق طبعا يتحاكم. ما بالظبط يعني ممكن يوافق على التفاوض لكن طبعا مش طبعا. طيب فعشان كده وجود المجلس الثوري وجود شيء مهم عشان احنا العدل عدل واكيد هنستمر في نفس الخط بتاعنا. واتصور حتى الاخوان مش هيتنقل لا اتصور الاخوان دكتوره يعني دلوقتي لو جاء بومبيو ده او ترامب او ضغط على الاخوان والنظام الانقلابي انه انهوا الازمه سيظل خلينا كمان يا دكتوره سيظل الموقف بتاع المجلس الثوري زي ما هو اهدافه ثابته وموقفه. في الحاله دي نستنتج من كده ان المجلس الثوري هيبقى بيواجه الاخوان والنظام الانقلابي. لا بس انت بتستنتج ان الاخوان هيسمعوا ولا هييجوا تحت الضغط الامريكاني. الاخوان جماعه سياسيه
جماعة سياسي ممكن، لكن أنا بقول ده استنتاج، لكن حتى لكن في السياسة هي كل شيء ممكن، لكن المبدأ عند الإخوان أتصور ما زال، خصوصا في أمر السيسي ومسألة الدماء، دماء الشهداء ما زال. حضرتك عارفة أكتر مني، أستاذة عظيمة جدا، وعارفة أنه في حاجة اسمها إدارة الكوارث، أنه ممكن نتوقع يعني بنعمل مسارات ونتوقع ان الدنيا لو مشت في المسارات دي كل حاجه ممكن. طيب. لكن انا بقول لحضرتك الفهم ان المبادئ يعني هي البراجماتيه، معناتها ان نحط المبادئ على جنب، والتصور ان ده بيحصل بصفه مستمره في الغرب مثلا اللي هي براجماتيه، ده مش صحيح. بالعكس، انت ما تبص على كل دول الغرب والمؤسسات. انا ما اتهمتش حد بالبراجماتيه، لا انا بقول لحضرتك مش انت حضرتك بتقول السياسه، ما هو انا بقول جماعه قويه كبيره مخلصه وطنيه زي الاخوان. أيوة. بيتم الضغط عليها، وانا متاكد من ده من الخارج، وبيتم الضغط عليها من تحت من الناس اللي مساجين، الناس المعتقلين. أيوة. فده ضغط على جماعه الاخوان. طيب، في نفس الوقت في لوبي صهيوني سعودي اماراتي، كل ده بتتحمله جماعه الاخوان، في النهايه جماعه يعني لها قدره على الاحتمال، ثم بيتم عمل حصار ليها زي حصار قطر او يعني زي كده. وبالتالي تحت هذه الضغوط، اضافه ان هذه الجماعه الوطنيه قد ترى انه من المناسب وطنيا ان احنا حقنا للدماء، بلد بتضيع، مقدرات بلد بتروح، انا بسال برضه ممكن نخش في مفاوضات؟ ممكن، ده هيكون قرار. طيب. قرار ليهم، لكن اللي انا بقوله في مسؤوليه للشعب المصري طبعا، ومنه المجلس الثوري طبعا، ان يشيل جزء من او الجزء الاكبر حتى من المسؤوليه لانقاذ مصر وحمايه المبادئ دي، ويقف ضد التنازلات دي. فعشان كده احنا دلوقتي يعني بنتكلم كتير عن الاخوان والنظام، احنا لازم نتكلم على الشعب المصري، وان الشعب المصري لازم ينقذ نفسه مع مساعده الاخوان وكل الوطنيين. يا فندم كل الناس يعني بص يا حضرتك، عمرو هاشم ربيعه بيقول هو مركز الأهرام، نائب مدير مركز الأهرام، استمرار هذا الوضع يمثل خطر حقيقي على السلم الاجتماعي، والإخوان يقترب عددهم من 700,000 ولا يمكن التخلص منهم بحرقهم في أفران الغاز كما فعل هتلر. الناس بتتكلم على الإخوان، النظام الانقلابي. الأستاذ عبد الخبير العطا أستاذ علوم السياسية، الغرب سيدفع في اتجاه المصالحة بين النظام والإخوان لأنه يريد استقرار نسبيا لمصر خوفا من حدوث انفجار مجتمعي أو انهيار اقتصادي أو أمني يهدد. سعيد صادق أستاذ الإعلام الاجتماعي السياسي بالجامعة الأمريكية، الخلاف واضح داخل أجنحة الدولة بشأن المصالحة مع الإخوان، خاصة مع وجود تأكيدات من كل الأطراف. كل الناس بتتكلم على الإخوان. أنا بجيش النظام. أنا بقى أو بدي نصيحة، قول ما تنزلش دلوقتي، ما تتنزلش دلوقتي. بالعكس، ده الاهتمام ده والإحساس بكده بعد 5 سنين ما زال الإخوان موجودين كعقبة، وبقية الشعب المصري اللي ما نزلش صوت ده أنت ناسينه، ده برضو يوما ما أو انفجر ونزل ولا قرر ينزل في الشارع، أنت تقدر تغير المنظومة كلها، مش في اللحظة دي تيجي تنقذ النظام وتديله قبلة الحياة. انتظر، صبر وإعداد. ويظل المجلس الثوري هو الصقر اللي واقف ضد أي مفاوضات أي مع هذا النظام، هو اللي هيطالب ويظل بمحاكمة هذا النظام، واقف مع الشعب المصري عشان أي. عارف الشعب المصري لا يمكن يسترد حقوقه باستكمال نفس المنظومة حتى بوجه آخر، وعشان كده المجلس الثوري بيقول ما فيش حل غير استكمال الثورة دي ضد المنظومة. أنا في حاجة دكتورة صغيرة عايز أقولها لحضرتك في آخر يعني في آخر الحوار ده، يعني بس أرجوكي استحمليها مني، يعني وطبعا لا علاقة لحضرتك ولا للمجلس الثوري لأعضائه كلهم محترمين بالسيسي، بس هي كلمة عايز أقولها. السيسي يقول الشعب المصري عايز، محمد نصر يقول الشعب المصري عايز، المجلس الثوري يقول الشعب المصري عايز. طيب من إيه يعني؟ لا السيسي مع الشعب المصري ولا محمد نصر مع الشعب، أنا حطيت اسمه في النص، ولا أتصور أن المجلس الثوري يقدر يعرف ما هي رغبات الشعب المصري بالكامل. طب نقدر نعرف رغبات الشعب المصري إزاي؟ زي ما عرفنا في 2012. أيوة. افتح المجال السياسي. وده نسبة على فكرة. لا دي نسبة. لا بالنسبة للديمقراطية. لأن الانتخابات مش دالة على كل الشعب المصري. لا بس دي الديمقراطية، عندك نظام أحسن منه؟ لا ما عنديش، بس قصدي أقول دي نسبة من الشعب. لا. يعني مصر مثلا 90 مليون 100 مليون. من لهم حق التصويت في الانتخابات ما جابوش 50 مليون مثلا. ايوه بس ده موجود في اي دوله ديمقراطيه. ايوه انا فاهم يعني، بس ده مش شعبي. طب بس خليني ارد على حضرتك.
في حقيقه الامر بتقولي السيسي ما عندهوش الاستاذ محمد ناصر كذا وانا اتكلم على الشعب المصري وحضرتك كذا. لا بس الطريقه اللي ده بتفتح المجال كويس. عشان الشعب المصري يختار والصراع ده كله ليه اللي احنا فيه، ليه المجلس الثوري موجود وليه احنا بره؟ أيوه. عشان اراده الشعب المصري انتهكت. تمام. صح وحصل انقلاب عسكري وان الشعب المصري ما يقدرش يفتح بقه دلوقتي. صح. واي واحد طلع في الشارع ولا كتب ولا عمل بيتسجن واختفاء قصري ومليون الف شيء يعني. فاحنا اللي بنقوله احنا اللي عايزين نغيره ده كل ده والشعب المصري يختار. انا سؤال، من اين يعرف المجلس الثوري مود الشعب المصري او ماذا يريد الشعب المصري؟ اللي احنا عارفينه ان في انتهاكات بتحصل الشعب. انا هقول لحضرتك المجلس الثوري عارف ان في انتهاكات وان صوت الشعب المصري مش طالع، واخر حاجه عرفناها القرار الشعب المصري هو كان 2012 اللي كان فيه انتخابات حره ونزيهه، فاحنا عايزين نرجع لده والشعب المصري بعد كده يختار. احنا عايزين يعني نحترم الاختيار اللي تم في 2012، وأو الشعب المصري غير رايه وعايز رئيس تاني ولا عايز منظومه تانيه يبقى هو اللي يختار، القرار قراره. طيب الدكتورة، بس لازم نوضح للسادة المشاهدين الجملة الجزء ده، كان تم الزج باسم حضرتك في قضية ريجيني وقالوا أستاذة حفيدة حضرتك، حفيدة الأستاذ عبد الرحمن عزام يعني رحمة الله، وقالوا هي دي هي اللي كانت أستاذة ريجيني. إيه العلاقة ما بين مع عبد الرحمن أستاذة ريجيني والدكتورة، أو الدكتورة مع عبد الرحمن والدكتورة مع عبد الرحمن اللي معانا دلوقتي؟ أنا مها سالم عزام حفيدة عبد الرحمن باشا عزام، لكن مها عبد الرحمن أستاذة في جامعة كامبريدج. اللبس ده أتصور مقصود من الإعلام السياسي، الإعلام والمباحث المصرية يعني، من وأنا كنت في جامعة أكسفورد يعني لا مش أستاذة، درست عملت الدكتوراه بتاعتي في جامعة أكسفورد وبعدين رجعت لندن معاهد لندن. هي بتدرس كانت في جامعة كامبريدج، حتى جامعتين مختلفين، فالمسألة فيها لبس كبير. ولا علاقة لكم ببعض يا دكتور؟ خالص، أنا عمري ما قابلتها ولا عمري قابلت ريجيني ولا عمري درست في كامبريدج، وعلاقتي هي بجامعة أكسفورد وبمعاهد في لندن. هي شيء مقصود، والنظام المصري أتصور متعمد أن يخلق الخلط ده، وكان في هجوم يعني شرس برضو على السوشيال ميديا وكذا. عليكي، ما احنا شفنا ده. هل ده نال منك هناك في انجلترا ولا؟ خالص. وبعدين الغريبه بقى، هم اما جم حاولوا يتكلموا مع مها عبد الرحمن حبوا طبعا النظام المصري يقول، هم جم خدوا الكمبيوتر وكذا، ما حدش عمره اتصل بيا ولا كلمني ولا صحيفه ايطاليه ولا بريطانيه، غلطت في الاسم، عشان لو كانوا غلطوا في الاسم كان ممكن احاكمهم. ما فيش مره يعني ما فيش مره هم قالوا اسمي بكام. سالم عزام. لا ابدا، ولا قالوا مثلا حفيده فلان خالص. يعني لا، انا اريد قالوا حفيده عبد الرحمن عزام في مصر. في مصر. لكن قصدي ما فيش صحيفه لا ريبوبليكا ولا صحيفه انجليزيه اللي غطت اخبار ريجيني والموضوع بتاع مها عبد الرحمن في كامبريدج، اللي غلطوا في الاسم، حطوا اسمي مثلا بالغلط، حصل ما حصلش كده خالص. لكن ده ما كانش جهل منهم، لان الموضوع يلخبط برضه يعني. حضرتك حفيده عبد الرحمن باشا عزام، طيب وهي اسمها مها عبد الرحمن، وهي اسمها عبد الرحمن، لكن اتصور انها شيء عمدا مقصوده، حتى وكانت في الاول غلطه. هم استثمروها يعني. استثمروها. وبعدين دليل زي ما بقول لحضرتك، ما فيش صحيفه غربيه غلطت الغلطه دي. وده ما ضرش حضرتك في المجال العلمي ولا حد الجمعات. ولا حد في بريطانيا ذكر الموضوع خالص، وحتى انا ما ذكرته احد البرلمانيين في قاعده جلسه على مصر كده، قال لي بس ده كذب. قلت له طبعا، قلت له ده مش غريب على النظام المصري. بالابتسامه الحلوه دي بشكر حضرتك يا دكتوره مع عزام رئيس المجلس الثوري المصري، ونتمنى التوفيق. امبارح كنت بقول للاساتذه الاستاذ صابر والاستاذ محمد شريف كامل ان احنا تحت امر اي قوه سياسيه وعلى راسها المجلس الثوري المصري، ربنا يكرمك يا استاذ محمد، ان احنا ندعم اي مشروع سياسي انتم عايزينه، او نبقى صدى، او نعكس، او نعلن عن اي ايفنت او نشاط للمجلس الثوري المصري. ربنا يكرمك. اشكرك جدا. انا اللي اشكرك. اشكرك. باللقاء مع الدكتوره مها سالم عزام انتهت حلقه النهارده، الى ان اراكم غدا في حلقه جديده. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.